أكثر من 48 ساعة من حملة شرسة لتسويق الكذب والأوهام. تحدث المشاركون فيها عن احتلال لحقول نفطية من قبل الروس الفاغنر وأعراق أخرى أضافها مبتكرو كذبة القرن هذا، فغلفوا فيها الكذبة بتزيين الكلام. اشترك في كذبة القرن هذا الإخوانجي مصطفى صنعالله المنصب رغم أنف القانون رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط التي تنهب الميليشيات خيراتها في الزاوية إلى زوارة صبراتة والصرمان التي عاد فيها مهربو البشر ولم تعرف منذ غادرها الجيش حالة الأمن والسلام. تورط في كذبة القرن هذه أيضا خارجيا بقايا الديمقراطيين في الخارجية الأمريكية، كما اشترك فيها كذلك وزير داخلية حكومة العملاء والأقزام. لم تختم وصلة الكذب هذه إلا بمشاركة فاعلة من مشائخ الضلالة وسفهاء الأحلام. الجميع توقع أن المرتزقة السوريين والأتراك قد جاعوا وأنهم بحاجة لرشفة نفط تسد رمقهم، وأن التهديد لغزو الحقول قد بدأت نذره بكذبة كبرى اشترك فيها أيضا الممسكون بالعصا من منتصفها مدعو الثقافة والمهنية الكاذبة في الإعلام. حدث ما توقعه الجميع، الميليشيات حاولت التحرك فأسقط عليها صقور الجو حمما من السماء. ننتظر تعليقا على تدمير الرتل من أردوغان، من ستيفاني ومن بلاد العمسان. على سيرة ستيفاني ويليامز، فهي تحدثت في واشنطن بلسان يتحدث عن الأزمة في كثير من جوانبها دون تحديد وبشكل عام، إلا أنها أيضا نطقت بلسان غير بريء. ستيفاني تشبه الأوضاع في ليبيا بالأزمة القبرصية التي اقتطع الأتراك نصفها، في إشارة واضحة تكشف خفايا المؤامرة التي تحيكها بعض الدول لبلادنا. أتحدث هنا عن خيار التفتيت والانقسام. الآن مطار جفرة أيضا، العمليات مستمرة في هذا المجال، أما الهدف فهو السيطرة على كامل محيط مدينة سيرت ومن ثم تحرير المدينة. هذه المناطق هي مناطق بترولية، آبار البترول والنفط موجودة، لذلك هي هامة، وبعد تحرير هذه المناطق ستصبح العمليات المقبلة أسهل. إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية. انتبهوا ان وجود الميليشيات في اي دولة، وعندنا نماذج كتير، لا تستقر معها الدول. وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم وشعبها مناضل ومكافح. اذا كان يعتقد البعض انه يستطيع ان يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده امر بالنسبة لنا خط احمر. أن الجيش الليبي عندما تحرك إلى العاصمة لم يتحرك لمقاتلة الليبيين أو للاستيلاء على السلطة، تحرك لمحاربة الإرهابيين الذين يسيطرون على العاصمة والذين اشتكى منهم. حتى وزير حكومة الوفاق فتحي باشا عابا اشتكى من تصرفاتهم، وإن حكومة السراج لم تستطع أن تعمل شيئا في هذا الشأن. وبالتالي الجيش الليبي هذه مهامه الدستورية والوطنية والأخلاقية، أن يطهر البلاد من هذه الجماعات والميليشيات المسلحة التي تخطف وتنهب وتبتز الليبيين. إن الجيش الوطني الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك من بلادنا، العالمين باستعادة ما يزعمون أنه إرث أجدادهم العثمانيون الذين احتلوا دول حوض المتوسط. وهنا نسترشد بدور الشقيقة مصر في محاربتها للإرهاب ودورها الهام في دعم أشقائها العرب. أنا قلت بوضوح كبير للرئيس أردوغان، أنا أعتبر اليوم أن تركيا تلعب في ليبيا لعبة خطيرة وتنتهك كل التزاماتها بموجب مؤتمر برلين. أنا قلق للغاية بشأن المسلحين الذين يتدفقون إلى ليبيا من محافظة إدلب السورية.
هذا تهديد لنا جميعا، لأنه يمكنهم الانتقال إلى أي مكان انطلاقا من ليبيا فيما بعد. دعونا لا ننسى ذلك. نحن على استعداد لتوحيد جهودنا مع أصدقائنا الإيطاليين لتشجيع الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا ومساعدة الليبيين على استعادة حياتهم الطبيعية ومؤسسات دولتهم. لقد نظمت إيطاليا هذا المؤتمر لأنها تريد أن تقدم دعمها في إطار الأمم المتحدة لعملية الاستقرار الليبي من أجل المساعدة في إنهاء الصراعات المسلحة ولمساعدة عملية الاستقرار الليبية. التشريعية اللازمة لنرتب الانتخابات. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأكاديمي والمهتم بشأن العام الأستاذ محمود فحيل البوم. أرحب أيضا بدكتور باسل الترجمان الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كما أرحب بدكتور زكريا حمودان مدير المؤسسة اللبنانية للدراسات والإحصاء. أبدأ بداية مع ضيفي هنا في الاستوديو. أستاذ محمود، برأيك إلى أين تتجه الأوضاع في البلاد؟ ما هي السيناريوهات القادمة برأيك؟ مساء الخير متابعينا من منغازي. الحلقة حتدور إن شاء الله على موضوع التعقيد الدولي وعلاقته بالإشكالية الليبية، وقررت بيني وبين نفسي أننا حنتحدث عن الإشكالية من داخلها، وأيضا نحن الليبيين أيضا جزء من الحالة الدولية لعدة أسباب، يعني موقعنا وجغرافيتنا وثرواتنا تجعل منا منطقة حساسة جدا دوليا. وأتمنى من الزملاء المشاركين فتح الأبواب في من خلال الوضع الدولي. نحن هنا في ليبيا نتابع ونعايش كل التراكم الدولي والصراع الدولي، وكل هذا يقع على أكتافنا. نحن هنا في ليبيا نخوض حرب وطنية دائما نتحدث في تأصيلها حتى يفهم العالم ويفهم من يشارك معنا الليلة، إن نحن نشاهد أو نعيش حرب طبيعية مع أناس تهوروا على الليبيين، سرقوا الليبيين، أثخنوا في الليبيين، باعوا الليبيين، حرموا الليبيين، قتلوا الليبيين، ضربوا النسيج الاجتماعي، جعلوا من الأخ يكره أخيه ومن الجار يكره جاره، أدخلوا البلد في إشكالية خطيرة جدا ومرعبة الحقيقة، قد تؤدي بنا إلى حالة يعني خطيرة جدا إذا ما استمرت هذه الحالة من دون ردة فعل وطنية. الحمد لله حدثت ردة فعل الليبيين في شكل بطيء ومتسارع وناعم وخشن وسلمي وعسكري، وكلنا شاهدنا هذه الحالة. بدأت من الشرق الليبي في مواجهات ميليشيات متهورة وقاتلة وعميرة للخارج ومؤدلجة، قطعوا الرؤوس، سرقوا الأرزاق، أثخنوا في الناس، هجروا الناس، وحقق هذا الفعل نجاحه في تحديدا في بنغازي، ومحاوله امتد إلى الوسط وإلى الجنوب في حالة لا ينكرها أحد، حالة السلم والتعايش التي حدث فيما بعد، وأنتجت حالة من الاستقرار قد يتصورها كثير من سكان مدن المنطقة الغربية. أنا أعيشها الآن في بنغازي كنموذج، سواء كان على مستوى الخدمات، على مستوى الأمن، على مستوى الاستقرار، على مستوى الانسجام الاجتماعي.
هذه الحالة كحالة وطنية بطبيعتها لابد أن تستمر في كل ليبيا، وهذا التطور ما زال مستمر. هي الحالة حالة نضال وحالة تطور. طيب، حالة نضال، حالة مقاومة لعدوان خارجي، لكن ألا تعتقد أنها خرجت من مضمونها الداخلي وتحولت إلى لعبة يمكن أن نسميها بلعبة الأمم الآن؟ الصراع مفاتيحه أصبحت دولية في ليبيا من البداية. هي حقيقة يعني من البداية غلفت هذه الحالة الانفعالية الليبية بحالة دولية فرضها الوضع الليبي والموقع الليبي والجغرافيا الليبية التي دائما ما يتصارع عليها أمم أخرى على مر التاريخ. يعني لا نستطيع أن نعيش حالة نتصورها أنها حالة محدودة وطنية محلية خارج الإشكالية الدولية، وخاصة أن نحن نعيش في حالة دولية صراعية في أعلى درجاتها، يعني بمثل ما يتصارع الليبيين ربما بشكل خشن أو بشكل متهور يتصارع العالم. العالم الآن يقع في إشكالية خطيرة قد استمر لفترات في حالة ركود ما بين قطبين، استمرت إلى نهاية أو سقوط جدار برلين، ومن ثم تطورت بعد أحداث سبتمبر ومشروع الإرهابي اللي ضخ في العالم اللي بدأ في أفغانستان وانتقل العراق وسوريا ووقع في ليبيا في جانبه. اسمح لي فقط يا أستاذ محمود، بعد قليل سوف نتحدث بتفصيل أكثر عن الموقف الدولي من الأزمة الليبية الآن، إلى أين تتجه الأوضاع ليس فقط محليا بل أيضا التحالفات الدولية فيما يتعلق بالأزمة في البلاد. لكن اسمح لي أن أجدد الترحيب بدكتور باسل الترجمان. دكتور، حسب قراءتك إلى أين تتجه الأوضاع في ليبيا؟ إلى مزيد من التصعيد أو إلى تسوية عبر مفاوضات قادمة؟ أهلا وسهلا. في البداية هنالك عدة سيناريوهات مطروحة اليوم في الملف الليبي للإدارة الأمريكية جزء كبير منها، وهنالك اليوم تباين في وجهات النظر داخل إدارة الرئيس ترامب بين موقف البيت الأبيض، موقف وزارة الخارجية، وموقف البنتاغون والأفريكوم بشكل عام. للأسف الشديد أننا نلاحظ منذ مدة أن قوات الأفريكوم أو البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية عادت لاستخدام مصطلحات توقعنا أنها قد تجاوزتها في الزمن والمعنى حول ما يسمى بمصطلحات الحرب الباردة. هنالك عودة لهذا الملف، هنالك عودة لاستعمال هذه المصطلحات. شاهدنا أيضا وسمعنا بعض تصريحات مستهجنة وغريبة مثل الحديث عن نقل 14 طائرة من روسيا إلى إيران، من إيران إلى سوريا، ثم تم تغيير ألوانها ونقلها إلى ليبيا. أيضا سمعنا عن الصواريخ طويلة المدى التي زرعت في الصحراء الليبية، لا نعرف موجهة ضد من هذه الصواريخ. والأخيرة هي اليوم التي تتحدث أول أمس عن أن الواشنطن بوست قامت يعني نشر الخبر بأن الإدارة الأمريكية لديها معلومات عن أن روسيا دفعت أموالا لطالبان من أجل قتل جنود أمريكان في أفغانستان. باعتقادي أن البنتاغون اليوم بعد 4 سنوات من عملية تجميد لما يسمى بتجارة الحروب في الولايات المتحدة التي تستمر منذ عام 90 إلى يوم الناس هذا، أمام حالة يريد استعادة دوره في المشهد السياسي الأمريكي. من جهة أخرى، وزير الخارجية الأمريكي بومبيو كان واضحا وصريحا عندما قال بأن وأبلغ حكومة الوفاق وفايز السراج بأنه غير مسموح لهم بالدخول في معركة في سرت، وبالتالي لابد من العودة. الموقف الأمريكي كان واضحا على مستوى وزارة الخارجية، الموقف الأمريكي كان واضحا وطالب بأن يكون هنالك عودة للمفاوضات، أن لا تكون هنالك معارك في سرت، وأن يتم سحب الميليشيات الأجنبية كما تسمى من الأراضي الليبية. أيضا موقف الإدارة الأمريكية، الرئيس الأمريكي الذي نفى علمه بما قيل عن دفع روسيا أموالا لطالبان لقتل جنود أمريكان، وبالتالي هذا التخبط قبل أشهر من الانتخابات الأمريكية يعكس حالة من الفوضى السياسية ليست جديدة منذ أن أتى دونالد ترامب، ونحن نتابع يعني فوضى السياسات داخل الإدارة الأمريكية. وبالتالي اليوم المطروح باعتقادي أن ستكون هنالك حالة جمود. حالة الجمود هذه
يعني سيستغلها الطرف التركي من أجل تدعيم وجود الميليشيات والمرتزقة بأعداد كبيرة جدا. الأتراك يتحدثون الآن عن رفع عدد المرتزقة إلى ما يزيد عن 20,000 من المرتزقة السوريين. هم يريدون يعني الوصول إلى واحدة من ثلاث نتائج. النتيجة الأولى تخفيف عدد هؤلاء المرتزقة الموجودون دون عمل والتي تقوم بالصرف عليهم تركيا، والصرف على 20,000 أو 30,000 مرتزق على الأرض هي قضية مكلفة ماديا لبلد يعيش أزمات اقتصادية كبيرة مثل تركيا. النقطة الثانية أن تصدير السعي لعملية تقسيم ليبيا وإقامة يعني منطقة في غرب ليبيا، لن تكون هنالك دولة. تركيا تريد أن يكون هنالك تكرار للمشهد السوري، مشهد الشمال السوري، بحيث توجد في شمال في غرب ليبيا منطقة من الفوضى تتقاسمها ميليشيات وعصابات وجماعات إرهابية ومرتزقة سوريين. يكون هذا بعد التخلص من فايز السراج، وأنا قلت هذا الكلام وسأعيده أني أتوقع أن سيتم التخلص من فايز السراج عندما ينتهي دوره، سواء بتفجير مفخخة، بصاروخ، بقضية أهدي، ويتم عدم وجود سلطة في مناطق الغرب الليبي وتكون حالة من الفوضى. تركيا ستستفيد من ذلك، من نهب الثروات الليبية، من سرقة الأموال الليبية. يعني هنالك قضية أتمنى أن يتم الحديث عنها، هي كم من عشرات أطنان الذهب الليبي التي سرقت من ليبيا وذهبت إلى تركيا. هذا موضوع مهم أتمنى أن تلوه، يعني يتم إيلاؤه. طيب دكتور، إذا السيناريوهات مختلفة تطرحها، لكن خيالية. طيب أنت تتوقع أن تستغل تركيا عملية وقف إطلاق نار قادمة كما استغلت عمليات هدنة في السابق لتعزيز مواقعها، أيضا إرسال المزيد من شحنات الإرهابيين والأسلحة والذخائر، لكن في الوقت ذاته تتوقع انفجار المنطقة الغربية التي تسيطر عليها تركيا، تتوقع عمليات اغتيال، تصادم بين الميليشيات فيما بينها. المشهد يبدو أنه تتوقعه، يعني تتوقع المنطقة الغربية على صفيح ساخن. يعني هي منذ مدة طويلة على صفيح ساخن. الاشتباكات اليومية بين الميليشيات في طرابلس والجماعات الإرهابية ومحاولة كل طرف أن يسيطر على مساحات أكبر من الأراضي في المناطق الغربية ليس أمرا جديدا. هذه القضايا لها مدة طويلة، منذ زمن طويل، وهي نحن نعيش في نفس هذا يعني السيناريو اليومي. يمكن أن تسأل المواطنين في مدينة طرابلس، في سبراتا، في زوارة، في زليدر، في كل هذه المناطق عما يعيشوه. هم يعيشوا جملة من المآسي وجملة من حالات الرعب والخوف جراء اشتباكات بين الميليشيات، وأعداد القتلى يعني أسبوعيا مخيفة جدا، الذين يذهبون في الاشتباكات وهم مدنيون لا ناقة لهم ولا جمل. من سقط في بيته صاروخ، من أصيب برصاصة، من جاءت في سيارته قذيفة RPG. وبالتالي هذه الفوضى هي مبرمجة وممنهجة، لأنها ستسمح أولا بانتشار للجماعات الإرهابية في مناطق الغرب الليبي، وهذا هدف استراتيجي لتركيا، لأنها تريد أن تكون المنطقة كاملة تهدد الأمن والاستقرار في تونس، في الجزائر، والأهم بالنسبة لها أنها ستكون ورقة مساومة مع الأوروبيين، الطليان أساساً والفرنسيين، للضغط على الاتحاد الأوروبي لتحقيق مكاسب اقتصادية، خاصة بعد أن اقتنع أردوغان أنه لو فعل المستحيلات لن يسمح له أن يكون يوماً عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هو يريد ابتزاز الاتحاد الأوروبي مالياً سياسياً بأعلى درجات يعني الابتزاز من أجل تحقيق ما يمكنه من مكاسب. واليوم هو يطالب الاتحاد الأوروبي بدفع 3 مليار يورو لمساعدته في قضية اللاجئين السوريين. دعني أنتقل لأجدد ترحيب بدكتور زكريا حمودان، مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء. بداية الله يدوم عليك هذه الابتسامة التي تدعو للتفاؤل دكتور، لكن هل أنت متفائل من الأزمة الليبية؟ هل تعتقد أنه في سيناريو قد تبلور للمشهد في البلاد أم بعد؟ أولا مساء الخير. مساء النور. عم تسمعني؟ نعم. ألو. نعم.
يعني أثني على ما قاله ضيوفك، ولكن أود أن أدخل في صلب الأزمة الليبية. يعني صراع الأقطاب وما نسمعه دائما في الموضوع الليبي، يعني أنا أعتقد أنا خارج هذا الإطار أتحدث. خلينا ننظر إلى الأزمة، الأزمة الليبية السورية العراقية على الأطماع التركية هي واضحة، فلذلك الأزمة اليوم في ليبيا هي أزمة تركيا في ليبيا. قبل التدخل التركي وقبل انفجار المشروع الإخواني في ليبيا كانت الأمور سليمة نوعا ما، وكانت الأمور نوعا ما هناك تفاهم بين الليبيين أو محاولات للتفاهم بين الليبيين. دخلت تركيا لتفجير الوضع الأمني وأطلقت مشروع شمال أفريقيا، هي ليست فقط ليبيا إنه مشروع شمال أفريقيا لأردوغان أو للإخوان بشكل عام. فلذلك برأيي يعني الموضوع هو يتعلق بحلم أردوغان بالسيطرة على الشمال الأفريقي. أتفق بجزء مما قاله ضيفك من تونس بالنسبة لموضوع ابتزاز أردوغان أو الأتراك. هلا بالنسبة لموضوع دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي من عدمه، هذا موضوع أنا أعتقد أصبح بعيد جدا بعيد المنال، ولكن يمكننا القول اليوم بأنه البعد الاستراتيجي لما يحدث في ليبيا هو سيمتد إلى الشمال الأفريقي برمته، بالإضافة إلى ما يحدث في سوريا وفي العراق. لكن دكتور أنت تتحدث أنه في أزمة تركية في ليبيا، هكذا يجب أن يكون العنوان، وليس أزمة ليبية، لكن يبدو أنك تتوقع أنها محصورة الآن، مأزومة تركية في ليبيا، إذن تتوقع أنها غير قادرة على تحقيق طموحاتها أو أطماعها في البلاد. يعني أنا تقديري بأنه تركيا ليس فقط ستنهزم في ليبيا، تركيا يجب أن تنهزم من قبل المنظومة لتركيا أطماع في العديد من الدول العربية، خاصة الدول التي تحتوي على التي الموجودة في نص مؤتمر لوزان والذي ينتهي بعد 3 سنوات. يجب أن ننظر إلى الأمر بهذه الطريقة، لتركيا أطماع في الدول العربية. وبرأيي لا، الأوروبي لن يتدخل في الأزمة الليبية إلا عندما يتم المساس بالموارد الطبيعية التي تذهب إلى أوروبا. طالما لم يتم المساس بالغاز الذي يذهب إلى أوروبا، خاصة إلى إيطاليا التي تأخذ 15% من حاجتها من الغاز تأخذه من ليبيا، إذا لم يتم المساس بهذه المصالح الأوروبية ستبقى أوروبا تقدم مواقف فقط، مواقف للتاريخ كما يقال. أما الأزمة في ليبيا هي أزمة العالم العربي. داخل ليبيا أنا في أي وقت تتدخل الدول العربية وتنهي، أنا أعتقد الداخل الليبي متوافق على الخطوط العريضة، لذلك كان اسمها حكومة الوفاق، اليوم هي حكومة الثراج لأنها باتت حكومة الإخوان حتى ليست حكومة الثراج. فبرأيي الأزمة الليبية هي أزمة العالم العربي، ليست فقط أزمة ليبيا، وتركيا حكما ستنهزم في ليبيا وستنهزم في سوريا وستنهزم في العراق. حكما تتوقع إذن هزيمة تركيا في كل الأراضي العربية التي دخلتها وليس في ليبيا فقط؟ أعود إلى ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمود فحيل البوم. قبل أن نتحدث عن مآلات الأزمة الليبية، كيف تتوقع مستقبل العدوان أو الاحتلال التركي للبلاد؟ هل ستنجح تركيا في تحقيق طموحاتها ومطامعها في البلاد أم لا؟ كحالة محلية لا أتصور الليبيين على الإطلاق أن يقبلوا الغزو التركي الأردوغاني الإخواني، لا أتصور هذه الحالة. وأيضا يعكسها الحالة على الأرض، يعني هم يعني في تحدي صارخ لأردوغان الذي قال أنه سيتقدم إلى سرت والهلال النفطي، وهذا الإعلان الصارخ هزم وتوقف، بمعنى هذه الحملة التي أعلنها الرئيس التركي مباشرة أمام كل الأتراك وأمام العالم بالخرائط، وأعلن من اسطنبول أو من أنقرة أنه سيقود هذه الحملة، توقفت هذه الحملة.
أنا دائما أصر على أن هناك إرادة ليبية رغم التعقيد الدولي ترفض هذه الحالة بغض النظر عن ما يسوقه محمود عبد العزيز أو ليبيا الأحرار أو بعض مواقع التواصل الاجتماعي. نحن ليبيين ونعرف بعضنا جيدا، هذا الشعب والليبيين لن يقبلوا على الإطلاق، يعني وخاصة في وجود الآن قواتنا العربية المسلحة أو القوات الليبية العربية المسلحة، لن تقبل هذه الحالة حتى في أسوأ ظروفنا، لن نقبل هذه الحالة. الأرض هكذا تقول، الموقف هكذا يقول، أيضا السلاح والقوة هكذا تقول، يعني بالمقارنة هذه القوة الجبارة التركية يعني الناتوية التي تسربت من خلف أوروبا وتحت أنظار أوروبا وتحت أنظار كل العالم، حضرت بكل قوتها وبمرتزقتها وبإمكانياتها وباستخباراتها، ولكنها الحقيقة لم تحقق أمانيها في النفط الليبي وفي الغاز الليبي وفي المساحات الليبية. هي فقط ارتبطت بآلية السراج المشبوهة بسبب الارتباط الأيديولوجي الإخواني، لكن حقيقة لن ينجحوا في ليبيا، ولا أتصور أنهم سيستطيعوا الآن إعلان تصريحات بنفس التصريحات. إذا كان عندهم قوة هم بعثوها، إذا كان عندهم آلية هي تم تمريرها في غفلة بالعالم أو بعلم العالم، لا تصور أن هذه القوة تتمدد. الحالة الليبية حالة يعني تحمل بعض الضمانات، يعني الأزمة السورية سوريا تقوم على الحدود التركية، الأزمة العراقية ليبيا تقوم على العراق تقوم على الحدود الإيرانية، وشفنا الأفاعيل. من حسن حظنا نحن على جوار مع الجار مصر، وهذا يعطي ضمانات حقيقة ويعطي حائط صلب يمكن الاستناد عليه. تاريخيا مصر لم تخذل الليبيين، لم تخذل المنطقة، لم نسجل عليها أي تهاون مع الليبيين. هذا التكاثف في معركة شمال أفريقيا الآن أو المغرب العربي أو العرب أمام الغزو التركي يسجل حقيقة مواقف إيجابية من كثير من الدول اللي تحمل اللي تعتبر هي رمزية المنطقة إقليميا، سواء كان مصر أو السعودية أو كثير من الدول اللي ترفض هذه الحالة. طيب أستاذ محمود، هؤلاء هم الذين هدأوا أو قلصوا من سقف أردوغان والأتراك المرتفع لاحتلال البلاد، تحدثوا في البداية عن مشروع كبير لتحويل البلاد إلى إيالة عثمانية، تحدثوا أنهم جاءوا لإعادة الدولة العثمانية في ليبيا. الآن تعتقد أن اللغة التركية اختلفت، هي تتجه أو يبدو واضحا وجليا أنها تتجه نحو التراجع والانكفاء والأفول، ما الذي تسبب في ذلك؟ أعرف حجم المقاومة الشعبية ومقاومة الجيش، لكن هل تعتقد أنه دوليا التحرك المصري هو والعربي بصورة عامة، السعودي، الإماراتي، الأردني، البحريني، هؤلاء هم الذين خلصوا هذه الطموحات التركية ووضعوا لها حدا، أم أنك تعتقد أيضا أنه فيه دور للمجتمع الدولي أو للغرب بصورة عامة، أوروبا، فرنسا، وربما كذلك روسيا، لعبوه في عملية تقويض الطموحات والأحلام التركية؟ صحيح، يعني بالمتابعة الموقف الفرنسي تصاعد لأعلى درجة، يعني زيارة قيس سعيد وسحبه من مظلة الغنوشي والنهضة، وأن هو يعلن كل هالتصريحات الحادة، ونشوف ردة فعل فاجأتنا من قبل سواء كانت توافقية أو الإخوان في ليبيا، خالد المشري، الإخوان في تونس صدموا من الموقف قيس سعيد اللي غير موقفه. حتى الجزائريين في لحظة كان في تهاون مع المشروع التركي الإخواني، نتابع في الفترات الأخيرة أن هناك إلى حد ما يهيش مواقف حادة، ولكن مثلا الجزائر لم تقف ضد القرار في الجامعة العربية، وكنا نتصور أن هي موقفها سلبية في البداية، كان موقف صومالي، تونسي، قطري، بالمقارنة مع الكم الإقليمي كان في ضعف. طيب أستاذ محمود، عندما نتحدث عن دور الجزائر وأيضا اللعب على الدور التونسي، تعرف ما يقوم به الإخوان المسلمين من محاولة إقناع الليبيين أن هذه الدول تقف إلى جانبهم؟ هم حاولوا تصوير أنه الجزائر معهم وأن تونس الرسمية، تونس الشعبية، نعرف أن تونس الرسمية أيضا مع الإخوان المسلمين في ليبيا، لكن يبدو أن هناك تغير، الموقف الجزائري كان قويا إلى جانب الشعب
الموقف العربي، وأيضا موقف الرئيس قيس سعيد في باريس كان واضحا وأثار غضب جماعة الإخوان المسلمين في تونس وفي ليبيا عليه. إذن يمكن أن نتحدث الآن عن مواقف دول الجوار قوية لمساندة الشعب الليبي نسبيا، يعني عدد الدول والمواقف اللي ضد الغزو التركي مواقف سواء كان على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المستوى المنطقة العربية عالي بالمقارنة مع، يعني ممكن المقارنة مع احنا الصومال المفروض ما نحطهاش في الحسبة. شفنا تونس وشفنا قطر من كم دولة، من 20 دولة أو من منطقة كاملة، وكان أيضا الموقف الفرنسي عالي. الموقف الروسي يتأرجح، يعني مع أن ربما في العمق هو ضد هذا المشروع أو لن يسمح. وأيضا اللي هي ليبيا لن يبدو لي بمنطق الشريك الرابع حتى تاريخيا لم يسجل أن هي تم احتكارها من قطب معين أو من طرف معين، بقت هي منطقة مفتوحة تسمح فقط لإرادة وطنية تدير هذا الموقف لأسباب قد لا نتصورها. يعني بالتجربة ليبيا لم تكن لأحد في أي يوم، تركت لأسباب لا نعرفها، ربما أيضا الجزائر، الاستقطابات تمت في دول الخليج، تمت في المغرب، تمت في مناطق أخرى استقطابات حادة يعني. لكن في ليبيا ما زال هذه حالة ربما تكون إيجابية على الليبيين، حالة الصراع خاصة في هذه الأيام، الصراع الدولي الحاد. يعني نتابع القمة الفرنسية الروسية. نتابع تصريحات ميركل، نتابع حالة التشويش في الموقف الإيطالي، نتابع انحياز اليونان ضد الأتراك بحدة. يعني بالقياس الدولي وبقياس إرادة الليبيين هذه الحملة التركية مكتوب عليها الفشل. طيب. أيضا بأدواتها المحلية، أيضا المحلية هي أدوات ساجة، أدوات فارغة، أدوات ثبتت أمام العالم وأمام الليبيين. طيب. إن هي أدوات مفلسة في آخر أيامها. طيب تتفق يا دكتور باسل مع طرح ضيفية في هذا الحوار أيضا معك دكتور زكريا حمدان، وأيضا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمود فحيل البوم، يعتقدان أن المشروع التركي يتجه للانهيار في ليبيا وفي العالم العربي. لكن دعني أحدد هنا، في ليبيا هناك تقويض للأحلام التركية، لكن ما الذي جعل الأتراك حتى وإن لم يعلنوا قبولهم الضمني الآن على الأرض بالخطوط الحمراء المصرية؟ ميليشياتهم لم تتحرك على الأرض باتجاه سرت أو باتجاه الموانئ النفطية. هل تعتقد أنه خوف من الغضب العربي المصري، أم أيضا الموقف الدولي الفرنسي الروسي لعب دورا في هذا الجانب؟ يعني علينا أن نفهم الموضوع من نقطة أساسية. لو تساءلنا إذا هزمت تركيا وخرجت من ليبيا، ماذا بقي لأردوغان صاحب سياسة العداء المطلق لكل العالم؟ يعني اليوم هنالك تساؤل مهم يجب أن يطرح، من هم أصدقاء تركيا في العالم؟ عادة الدول السوية يكون لها خصم أو خصمين، عدو أو عدوين. تركيا من هم أصدقاؤها؟ باستثناء تميم القطري، من هم أصدقاء تركيا؟ تركيا دولة تحولت إلى دولة في الفهم الاستراتيجي هي دولة دوائر العداء لها، الدائرة الأولى لدول الجوار المحاذية لتركيا كلها على عداء معها، اليوم انتقلت إلى الدائرة الثانية والدائرة الثالثة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هنالك نظام سياسي سوي فكريا وسياسيا يمتلك هذا الكم من العداء. هذا العداء هو عداء مجاني. عادة الدول عندما تدخل في خلاف أو تدخل في صدام أو حتى في اشتباك تسعى لأن تكون هنالك خروج من هذه الأزمة السياسية بأقل الخسائر الممكنة. تركيا اليوم في حالة العداء الهستيري التي تسيطر على أردوغان أصبحت لها حالة من العداء مع الجميع. السؤال المهم إذا طبعا خروجها من ليبيا اليوم، ماذا بقي لأردوغان؟ ما هي الأوراق التي يمكن أن يلعب بها سياسياً في المنطقة من أجل أن يفرض نفسه حاكماً أو خليفة أو سلطاناً كما يشاء؟ نحن لسنا معنيين بالشأن التركي في بلاده. الرجل يلعب لعبة القاتل أو المقتول، لم يعد لديه كل المراهنات التي دخل بها
أردوغان في سياسته الحمقاء بعد أن انقلب من صفر مشاكل إلى كل المشاكل، هو السؤال ما الذي سيبقى له؟ باعتقادي أن الإشكال الكبير ليس في هزيمة الأتراك أو غير هزيمته، هزيمة كل معتدي، لا يوجد في التاريخ معتدي انتصر، يعني قدر المعتدين أن ينهزموا. علينا أن نذكر أن من سلم ليبيا للإيطاليين وأباح استعمارها هو الاحتلال العثماني وليس الشعب الليبي، وبالتالي هذا تكرار ما يحاولون الترويج له. وأردوغان ليس معنيا لا بإيالة ولا بخلافة، أردوغان معني بأن يحاول إخراج تركيا من الأزمة الاقتصادية الخانقة طيب. عبر نهب ثروات الشعب الليبي. وكيف يستطيع يا دكتور باسل، كيف يستطيع إنقاذ اقتصاده المنهار وليرته المتهاوية وعينه على الثروات الليبية، وتعرف جيدا أنه الآن محاصر في منطقة خلف الخط الأحمر لا يوجد فيها ثروات نفطية؟ وأيضا لم تجبني، من الذي وضع أردوغان عند حده وأوقفه خلف الخطوط نعم. الحمراء؟ هل تعتقد أن الدور العربي أم يعني الغربي أم كل هذه الأدوار مجتمعة؟ شوف، علينا أن نفهم قضية أساسية، أن أردوغان لن يقاتل في ليبيا بجيشه. أردوغان سيستغل الميليشيات والمرتزقة والعصابات الإرهابية، المرتزقة السورية والعصابات الإرهابية التي أرسلها من أجل فتح المعركة. لن يكون هنالك جيش ليبي، جيش تركي في ليبيا، تأكدوا من ذلك، ولن يصل إلا عدد بسيط من المستشارين العسكريين والأمنيين، وعدد الخسائر فيهم مقارنة بعددهم تعتبر كبيرة جدا، يعني هم يتحدثون عن 500 إلى 700، عندك أكثر من 42 تركي قتلوا في طرابلس والمناطق المحيطة في الفترة القريبة الماضية. وبالتالي هو يريد فقط عملية الابتزاز السياسي والعسكري. من أوقف كل هذه المعادلة هي أولا القرار المصري الحازم، وعلينا أن نفهم ذلك جيدا. ثانيا أن محاولات تحويل غرب ليبيا إلى قاعدة للجماعات الإرهابية وقاعدة للميليشيات التابعة لتركيا يشكل تهديدا استراتيجيا لمناطق شمال حوض البحر الأبيض المتوسط. فرنسا، إيطاليا، دول أوروبا ستدفع الثمن غاليا جراء ذلك. اليوم هنالك مشروع إمارة داعشية يتم الإعداد لها في صبراطة، هنالك تواجد علني للجماعات الإرهابية في مناطق الغرب الليبي. هذا يشكل تهديدا لمن؟ يشكل تهديد للولايات المتحدة الأمريكية. وعلينا أن نذكر هنا بشكل جيد أن العملية الإرهابية الأخيرة التي نفذت في تونس يوم 6 مارس 2020 واستهدفت محيط السفارة الأمريكية كانت رسالة من تنظيم داعش إلى الإدارة الأمريكية بأنها أصبحت العدو الأول لهم في منطقة شمال أفريقيا جراء دعمها لجهود قوات الأمن التونسية في التصدي للجماعات الإرهابية. طيب. المعلومة التي يعرفها الجميع ولم تعد سراً أن من نفذوا العملية الإرهابية، الإرهابيين الاثنين الذين نفذا التفجير في محيط السفارة الأمريكية تلقيا التعليمات والاتصال والتدريب وكيفية صناعة العبوات الناسفة من إرهابي تونسي عاد من سوريا وهو موجود حاليا في زوارة. وبالتالي هذا الموضوع يعكس أن نحن نعلم جميعا أن تركيا الإرهابي يتحرك فيها بكل سلاسة، ليس لديهم أي إشكال طالما أنهم يؤدون خدمات لهم. وبالتالي هذا الموضوع يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. من استطاع أن يوقف هذا التمدد التركي وأن يضع له حدودا هو الخطاب السياسي المصري الذي تعامل بحكمة بمسؤولية وبعيدا عن الاستعراض. الرئيس المصري تحدث لغة سياسية هادئة، واللغة السياسية الهادئة هي ليست لغة استعراضية. لم يخرج ليقول نحن سندمر وسنفعل، وجه رسائل سياسية وأمامه
عدد عدة مئات من الدبابات العسكرية المتطورة جدا، ووقف أمام يعني أتحدث أمام سلاح المدرعات المصري كرسالة بأن هذه المدرعات قادرة أن تصل إلى حدود الجزائر. لم يتحدث من قاعدة عسكرية قاعدة الطيران، تحدث من قاعدة. وكانت الصورة، علينا أن نجيد قراءة الصورة في المشهد الذي ألقى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا العدد الهائل من الدبابات والمدرعات لآخر طراز وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية، هي رسالة بأن الدبابات المصرية قادرة أن تصل إلى نهاية المناطق في ليبيا. وبالتالي فهم الجميع الرسالة وفهم أن مصر لا تريد التورط في ليبيا، أن مصر مع الحل السياسي، ولكن أن مصر لن تسمح أن يكون هنالك تنفيذ الجزء الثاني من أفكار أردوغان في المنطقة التي تقضي بأن تكون هنالك عملية جلب للجيش المصري وإشغال عبر الجماعات الإرهابية وعبر المرتزقة من أجل تشتيت الجهد. هنالك مؤامرة تحاك ضد مصر وعلينا أن ننتبه لها. هذه المؤامرة تحاك بأيادي إقليمية تركية إسرائيلية قطرية، المطلوب منها إشغال مصر وخلق جبهات اشتباك عسكري لها في عدة مناطق. سيتم تحريك الجماعات الإرهابية في سيناء قريبا، وسنذكر ذلك في خلال فترة قريبة. سنرى، شاهدنا التصعيد الذي فجأة خرج من أثيوبيا ورفض الاتفاقيات ورفض احترام التعهدات، وأثيوبيا لم تخرج لوحدها فجأة بهذا الموقف، ولكن للأسف كان بتحريض من أطراف عربية وإقليمية وإسرائيل معهم ضد مصر. النقطة الثالثة في إشغال الجيش المصري هي فتح مناطق شرق ليبيا حسب ما كانوا يخططون من أجل استنزاف الجيش المصري، خاصة ومناطق الحدود بين ليبيا ومصر تزيد عن 1000 كيلومتر. نعم. ومناطق يستحيل على أحد أن يقوم ب لذلك تعتقد أمنها. أن مصر المتآمر عليها كانت مجبرة على التدخل واتخاذ هذا الموقف القوي، وتعتقد أنه ساهم بصورة مباشرة في تحجيم طموحات أردوغان وخطابه الجنوني أيضا الذي تحدث به بعيدا عن السياسة لكن والدبلوماسية. لكن مرة أخرى عودي إليك دكتور زكريا حمودان، إلى جانب التعزيزات العسكرية الليبية إلى السرت ومحيطها وإلى منطقة الموانئ النفطية والجفرة والدور الذي يلعبه الشعب وأبناء القبائل الليبية، قبل قليل كنت تتوقع خسارة تركيا في ليبيا، إلى جانب هؤلاء والدور البطولي الذي يلعبوه، من تعتقد أنه سيوجه ضربة قاسية أيضا لطموحات أردوغان في ليبيا؟ هل تعتقد أن الخطوط الحمراء المصرية هي التي ستلعب هذا الدور؟ يعني خلينا ننظر إلى الأزمة أو إلى المشكلة من منطلق مباشر يعني، وليس بالتفاصيل. إذا أردنا النظر إلى الأزمة بطريقة مباشرة، أعتقد بأنه وأجزم بأن الدور هو الدور الوحيد الذي يعول عليه. يعني اليوم في ليبيا من يقف إلى جانب الليبيين اليوم هو هناك دور عربي، دور إماراتي، دور سعودي، ولكن أنا كنت أفضل بأن يقوم المصري بهذا الدور بشكل مباشر حتى دون الخطوط الحمراء. أنا أعتقد بأن هناك مسؤولية عربية مباشرة وأساسية في هذا الأمر. المشكلة اليوم يعني لدينا نوعين من المشاكل. المشكلة الأولى هي عودة قطر إلى الحضن العربي. ضيفك كان يتحدث عن الموضوع الاقتصادي التركي. تركيا لا تعاني من أزمة اقتصادية لأن التمويل هو قطري وليس تركي، فلذلك التمويل في سوريا والتمويل في التمويل داخل إدلب والتمويل في ليبيا هو تمويل قطري. هناك حقد عربي علينا أن ننتهي منه، وهذا من خلال عودة قطر
الحوثية إلى الحضن العربي والحضن الخليجي لتخرج من هذا المشروع الإخواني، من هذا المشروع. طيب، لكن قطر هي التي النظام الحمدين هو الذي يذهب إلى أحضان تركيا وإلى أحضان الإيرانيين. طبعا طبعا، ولكن أنا أتحدث بدبلوماسية، يعني قطر بذلوا معها جهود كبيرة يا دكتور زكريا. الدول العربية، دول الخليج العربي بذلت معها دورا كبيرا، مع ذلك تعنت النظام القطري. ما هذه المشكلة لدى النظام القطري؟ يعني نحن يجب، يعني اليوم عندما يكون لدينا مشكلة بين الأخ وأخي، يجب على الكبير أن يستوعب الصغير. وقطر كما تعلمون هي تعتبر هي طفل صغير من الدول من بين الدول الخليجية ذات القدرات الهائلة. فلذلك نحن يعني أنا استشرف الفكرة، يعني هو ليس، يعني أنا لا أؤيد كل ما تفعله قطر في موضوع داعش والنصرة وما تفعله إلى جانب أردوغان وما يحدث في لبنان اليوم. أنا لا أؤيده أبدا وأنتقده يوميا، ولكن اليوم جزء من المشكلة هون. إذا لا تريد أن تقوم بذلك، على الدول العربية أن تأخذ موقف حازم، موقف عسكري حازم يقضي على كل وجود أردوغاني، قطري، داعشي، نصرة، كل من هو موجود داخل إدلب وداخل ليبيا يقضي عليهم اليوم قبل الغد. يعني هناك أو موقف عسكري أو تشفيف التمويل الذي يأتي إلى تركيا، ومن يمول تركيا اليوم هو القطري. طيب، مرة أخرى أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمود فحيل البومة. السيناريو القادم الآن بعد فرض وقف إطلاق النار بعد خطوط حمراء مصرية، الكثير يتحدث عن مفاوضات، ما هو شكل هذه المفاوضات؟ أي تسوى يمكن أن تقوم مع الطرف الآخر الموالي لتركيا تماما، وأيضا المؤلف من الألاف من المرتزقة والإرهابيين؟ تابعنا المعالجات السراج وباش آغا، فجأة انقطعوا على أنقرة واسطنبول، وانتبهوا إلى الأفريكوم والسفير الأمريكي، والآن يوحوا بأن هم في اتجاه حل الميليشيات. يعني حتى أصبح باش آغا يتحدث بمثل ما نتحدث، السراج لا يتحدث، لكن باش آغا اليد القوية، وزير الداخلية في المفوض أو غير الشرعي عند السراج، يتحدث بطريقة حل الميليشيات، وفي خطاب متعالي كان في الأيام الأولى خجول وسرب تسريبا، لكن الآن يعلنون رسميا أنهم تحت ضغط غير تركي، تحت ضغط دولي آخر، أنهم يحلوا الميليشيات ويتحدثون عن الحوار. أيضا شفنا مقالة فتحي باش آغا في جريدة الوسط الشمامية، هذه ما عرفش هو كاتب من كاتب أحد تاني، لكن في خطاب واعي منظم ومرتب يتحدث عن أنه هو رجل وطني، ويتحدث أنه هو لم يدخل في خصام مع الليبيين، ويتحدث أنه هو رجل حوار مثل ما دخل الحوار في الصخيرات. يعني هو يعمل الآن على إنتاج شكل من الشرطة أو من الجيش أو من الأمن أو من القضاء على الطريقة الميليشياوية الإخوانية. يعني شفنا البشير في السودان أنتج حالة إخوانية شبه عسكرية هو حسن الترابي، شفنا أردوغان كيف أقصى مجموعة كبيرة من قيادات الجيش التركي ونقل مشروعه وتمكن في الداخل. نتابع محاولة الآن حكومة سراج في حل الميليشيات، أطلقوا عدة نداءات وعدة عمليات فاشلة اصطدمت مع الميليشيات أنفسهم، لأنهم أرادوا أن يعالجوا الميليشيات بالميليشيات. هناك تجربة حصلت تابعناها ولكنها فشلت، هناك محاولات ولكنها كانت بشكل حاد ولم تستمر. نشاهد فقط التصريحات الآن. يعني حتى لو افترضنا جدلا أن هذه المجموعة تريد أن تكون دولة تابعة لتركيا على الطريقة القبرصية على رأي ستيفاني، لكن واقعيا هم لن يكونوا دولة في وجود مجموعة الميليشيات اللي الليبيين يأنوا منها. وإلى العالم الآن أطلق تصريحاته وأعلنها بالمقابل باش آغا أنه لابد من حل الميليشيات. لا ندري كيف الميليشيا تحل الميليشيا، كيف الإخواني يحل الإخواني، كيف الإرهابي يحل الإرهابي.
يعني لا أتصورهم ينجحون. نتابعهم الآن، حتى المواطن المنهك عندما يسمع باشاغا يتكلم على حل الميليشيات يسأل في نفسه 100 سؤال، كيف باشاغا قائد هذه الميليشيات سحل هذه الميليشيات، أي شكل أو أي إخراج سيقومون به؟ شفنا تابعنا على الفيسبوك على التواصل الاجتماعي حالات خاصة تمت ولكنها توقفت، بادي الآن يعلي خطابة. يعني حتى بالمنطقة إذا كانت تريد أن تكون دولة تركية وتابعة لتركيا أو دولة عميلة تابعة زي ما كانت الطليان في ليبيا، بنقول والله الغرب الليبي الآن مستعمرة تركية، لا أدري كيف ستعيش هذه المستعمرة في ظل هذه الميليشيات المتهورة وهذه الإشكاليات وهذه المنظمات الإرهابية اللي يتعايشون معها كل يوم يقتاتوا منها كل يوم. هم فقط يعملون على إنهاك أنفسهم تحت ضغط دولي، وبالأصل كان ضغط ليبي، كانت إرادة ليبية تطالب بحل الميليشيات، الآن هم يعلنون حل الميليشيات. طيب هل الزمن كفيل بنحن نتابعهم؟ هل هم سينقلون؟ هل هي واقعية؟ هل هي محاولات واقعية أم سورية فقط دعائية لأنه الغرب طلب من فتح باشاغا ذلك، وهو بطبيعة الحال كل ما يتواجد الآن في مصراتة أو في طرابلس أو في المناطق الأخرى المحتلة عصب الواقع هناك هو الميليشيات، وأيضا ما الذي سيفعله بأكثر من 15,000 مرتزق إرهابي متطرف سوري؟ هم حشروا في الزاوية الآن دوليا محليا ودوليا، لا أدري كيف سيعالجون هذه الإشكالية. بالمقابل هم يدعون لحوار، ربما يفاجئون بحوار يشبه حوار الصخرات، هم كل ما يقع في إشكالية يعالجونها بالحوار وبالهروب للأمام. طيب لكن الحوار كحوار الصخيرات كانت أطرافه جميعها أطراف ليبية، الآن لو قلنا أن هناك طاولة للمفاوضات بعد عملية وقف إطلاق النار كيف يمكن أن نتوقعها؟ الجيش والبرلمان والشعب في صف الطرف الآخر، من نتوقع؟ أردوغان وتشويش أوغلو؟ هي إشكالية، وهم الآن في إشكالية، كل ما استمر الزمن كل ما تطورت الإشكالية عندهم، لا أدري كيف سيحلون هذه الإشكالية. حتى لو تعاملنا بأسماحية أو بهدوء أو بمنطق ربما نستحضره لقبول هذه الحالة وتصورنا أن هي حتنتج حالة إيجابية وحالة خيرة وحالة وطنية، بصراحة الوضع صعب جدا، تأخروا كثيرا، تغولوا الميليشيات كثيرا، سيطروا على كل مفاصل الدولة، يعني من مكتب السراج إلى البنك المصرف المركزي إلى مؤسسة وزاراتهم الوطنية. إلى مؤسساتهم، حتى المدرسة، حتى الحقول، المصارف، كيف سيخرجون هذا الوحش وكيف سيسلم هذا الوحش؟ هذه إشكالية لا أتصور أنهم سيضعون فيها حلول. وخلفهم جماعة الإخوان المسلمين التي منذ دخولها في البلاد وهي تحتكم إلى سلاح ميليشياتها أيضا، كيف يمكن يبدو أن تسلم هذا السلاح؟ أن الإخوان نسمع عن كثير عن حكاية عن قصة حل الجماعة الآن تحدثوها من سنة، الآن يتحدثون، الآن يبدو لي أنهم يستعملون في طرف الجماعة الليبية المقاتلة لتحميلها، دائما يستعملوها كيد عنيفة صلبة وحادة. الآن في تصوري أنهم استثمروا حالة مجموعة الجماعة الليبية المقاتلة للدخول في صراع ميليشياوي لإنهاك هذه الحالة في تصورهم. شفنا هذه العينة في مدينة ما ولكنها لم تؤتي، طيب توقفت. مرة أخرى أعود إليك دكتور باسل، عندما نتحدث عن جهود دولية لعملية تثبيت وقف إطلاق النار عند خط أحمر معين بعدها تنطلق مفاوضات وتسوية، الكثير يتحدث أنه طالما نتحدث عن طرف فيه البرلمان والجيش، الطرف الآخر من؟ خاصة أن القرار الآن يمتلكه الأتراك مباشرة. يعني هنالك طرف موجود في الساحة السياسية هو حكومة فايز السراج، ما يعني ما يتناساه البعض أن حكومة ما يسمى بحكومة الوفاق بعد اتفاق الصخيرات كان مطلوب منها إجراء قضيتين، الأولى أن تنال ثقة البرلمان ولم تناله، وبالتالي هي حكومة غير شرعية، لأن الشرعية تأخذها من ممثلي الشعب الليبي، لا أحد يعطيك شرعية من خارج ليبيا، وبالتالي الاعتراف الدولي
أو الدعم الدولي كان إسنادا لها من أجل نيل الاعتراف من ممثلي الشعب الليبي. النقطة الثانية أن هذه الحكومة كان مطلوب منها أن تقوم بإعداد الإحداد للانتخابات وصياغة دستور بعد الانتخابات يصادق عليه مجلس النواب الليبي الجديد، وهذا لا يتم. اليوم من سيسعى إلى إفشال هذا الجهد السياسي تحديدا هي تركيا. سأعطيك مثالا على الموضوع، أنه بعد 5 أيام من لقاء من اجتماع برلين، وعندما كانت الناس الكل تتحدث عن بدء صياغة المخرجات وبدء التحرك نحو الحل السياسي، من قام بإخراج بإرسال سفينة محملة بالأسلحة من ميناء مرسين التركي إلى طرابلس هو أردوغان، وبالتالي تركيا ليست معنية بالحل السياسي. طيب هي ليست معنية بالحل السياسي، إذن ستعطل أو تخرب أي محاولة لتقريب وجهات النظر أو لحل سياسي. إذن تتوقع تصعيدا عسكريا مباشرا دكتور، بمعنى أنه ما أخذه الأتراك بالقوة لن يخرجوا منه إلا بالقوة وليس عبر مفاوضات أو تسويات؟ باعتقادي أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة لحراك سياسي أساسا إلى أن يتم تعرية الموقف التركي. كل يوم تركيا تخسر أكثر في مستوى ضعف موقفها السياسي أمام العالم. نحن نعيش في عالم يعني متقاطع العلاقات والاهتمامات. فقد جاءت جائحة كورونا لتخلق حالة من الفراغ الذي لم يتوقعه أحد. لو لم تأتي كورونا لما كانت الأوضاع على ما هي اليوم عليه. وبالتالي الأتراك معنيون أن يكون لديهم أولا التخلص من عبء الصرف على المرتزقة والميليشيات. واليوم وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي أعطي أموال لمواجهة والتصدي لوباء كورونا، هذه الأموال التي أخذها من البنك المركزي الليبي يتم الصرف فيها على المرتزقة السوريين، وهذا ليس سرا خافيا على أحد. النقطة الثانية أن تركيا إذا وجدت نفسها قد دخلت في حصار سياسي من أجل جر الأطراف الخاضعة لها إلى مائدة المفاوضات ستفتعل أزمة عسكرية مهما كانت. بالنسبة للأتراك، الأتراك لن يكونوا في المعركة مباشرة، وأنا أكرر هذا الكلام، هنالك مستعدين أن يرسلوا 50 أو 60 ألف مرتزق سوري. يعني هؤلاء حياتهم أو موتهم بالنسبة لتركيا ليس ذي أهمية، هم مرتزقة يتقاضون أموالا، فمن يموت يذهب إلى الجحيم ومن يبقى يستمتع بالمال الذي أخذه. وبالتالي هنا الإشكال الأساس. الإشكال الأساس اليوم هو كيف سيكون هنالك صيغة لتعطيل الوصول إلى حل سياسي، لأن الوصول إلى حل سياسي أو توافق ليبي وهو المطلب الأساس لكل دول العالم وخاصة دول الجوار الليبي التي دفعت غاليا ثمن الفوضى في ليبيا لمدة 10 سنوات. تونس أول دولة في العالم تطالب بأن يكون هنالك حل سياسي ليبي وبانسحاب كل الأطراف والميليشيات من الأراضي الليبية. وموقف الرئيس قيس سعيد موقف هو يستند إلى أغلبية ودعم شعبي غير مسبوق. الشعب التونسي دفع غاليا من أرزاقه، من دماء أبنائه، من اقتصاده، من أمنه ثمن الفوضى في ليبيا. وبالتالي اليوم حالة من القلق السياسي والشعبي الكبير في تونس جراء عودة الجماعات الإرهابية إلى مناطق الغرب الليبي. نحن علينا أن لا ننسى أن قبل 4 سنوات خرجت من سبراتا جحافل داعش لإقامة إمارة لداعش في بنقردان، وبالتالي عودة داعش اليوم إلى سبراتا سيكون بوابة، لأن داعش لن تذهب لغزو القمر. أول دولة أعلنت الحرب عليها هي تونس، وبالتالي هذا تهديد للأمن والسلم في تونس، وهذا أمر خطير جدا. طيب. النقطة الأخيرة التي أعتبر أنها مهمة جدا هي أننا اليوم أمام نوع من يعني فهم دولي لأهمية أن لا يستمر الحال على ما هو عليه في ليبيا
وأن نصل إلى حل سياسي. من سيعطل الحل السياسي في ليبيا سيدخل في صراع مع القوى العالمية. طيب، لكن وكأنك تتحدث أنه ربما الأطماع التركية فقط هي الأطماع غير البريئة أو الشريرة في ليبيا، لكن الكثير يتحدث أنه أيضا هناك دول ليس من مصلحتها استقرار ليبيا، وهناك ربما حديث كنا نستمع إليه همسا عن التقسيم كخيار لحل الأزمة الليبية. اليوم استمعنا إليه صراحة على لسان رئيسة البعثة الأممية بالإنابة الأمريكية ستيفاني ويليامز، تتحدث أنه إذا استمرت الأزمة فإن خيار التقسيم ربما وارد. يعني علينا أن نفهم قضية أن البعثة الأممية في ليبيا منذ تأسيسها إلى يوم الناس هذا كانت تمارس أدواراً سلبية للغاية، لم تستطع أن تقدم إجراءات أو قرارات أو تتخذ يعني صيغة يمكن أن تكون قابلة للتحقيق. في البداية خلال فترة حكم أوباما كانت البعثات الأممية هي عبارة عن بعثات لمحاولة تمرير المشروع الإخواني في ليبيا وتبرير الانقلاب على الانتخابات وعلى الشرعية الشعبية. الشعب الليبي مرتين يهزم الإخوان في انتخابات 2012 وانتخابات 2014، والبعثة الأممية تساهم في تبرير الانقلاب على نتائج الانتخابات ورفضها. وبالتالي اليوم ما تتحدث به السيدة ويليامز هي قضية، لأن هنالك كما بدأت حديثي في البداية هنالك أطراف داخل الإدارة الأمريكية وتحديدا في الأفريكوم تريد استعادة أجواء الحرب الباردة في المنطقة. ماذا يعني استعادة أجواء الحرب الباردة في ليبيا؟ أولا يجب أن يكون هنالك عدو روسي، وهذا ما بدأ الحديث عنه. النقطة الثانية، من هم حلفاء الإدارة الأمريكية في الحرب الباردة؟ هم الإخوان المسلمين، تنظيم القاعدة السرية، والجماعات الإرهابية. وبالتالي الأفريكوم اليوم، وهذا الأمر كارثي على المنطقة، الأفريكوم اليوم إذا أرادت استعادة هذا التسخين من الأجواء، من يسمع الحديث على قوات فاغنر أو مرتزقة فاغنر يتوقع أن هنالك 50 إلى 70 ألف إلى 10 ألاف دبابة وخمسين ألف طائرة. يعني هذا الحديث الذي لم نراه إلى اليوم، عندما نتحدث عن المرتزقة السوريين هنالك عشرات منهم في أيدي الجيش الوطني الليبي تم أسرهم. من هم فاغنر وأين يوجدون وهل هنالك أسير منهم أو موقوف أو يثبت؟ هنالك أحاديث، هذه الأحاديث عبارة عن روايات ليس لها إثبات على الأرض، ولكن عندما نتحدث عن المرتزقة السوريين فهنالك إثباتات على الأرض، والجيش الوطني الليبي قام بنشر فيديوهات. صحيح. وأنا تفرجت عليها في وسائل الإعلام. يعني ومع ذلك أنه في دول كبرى تغض الطرف عن هذا الدليل الدامغ عن وجود المرتزقة السوريين الإرهابيين، وتتحدث عن خيالات وأوهام أخرى. لكن اسمح لي فقط دكتور مرة أخرى أعود لدكتور زكريا حمودان. دكتور، عندما نتحدث عن خيار كنا نستمع إليه همسا وتحدث عن التقسيم، اليوم استمعنا إلى تصريح رسمي هذه المرة يمكن أن نقول صادر عن رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، تتحدث أن هذا الأمر قد يكون وارد. هي تتحدث أيضا أن الأزمة الليبية تشبه إلى حد بعيد الأزمة القبرصية في سبعينات القرن الماضي، والتي أدت إلى انقسام قبرص التركية وقبرص اليونانية، رغم أن التشبيه غير وارد وبعيد جدا. هل تعتقد فعلا أنه في دول تعمل في هذا الإطار وتريد أن تصل لتفتيت البلاد؟ يعني أولا بالنسبة لمشروع التقسيم، إن مشروع الإخوان هو مشروع يهدف إلى تمزيق الأمة العربية تحت ذريعة الإسلام، فلذلك طبعا الإخوان هو لديهم هذا المشروع تقسيم ليبيا وأخذ قاعدة في الشمال الأفريقي ثم الانطلاق منها باتجاه تونس التي تذكر بالجمهور الإخواني وليبيا والجزائر ومصر. الجزء الآخر، يعني عندما نتحدث عن المجتمع الدولي وهذه المنظمات التي يعني لا تنفع ابدا ولا لا تثمر ولا تغني من جوع، يعني هذه منظمات هدفها تنفيذ مصالح وسياسات. انا اعتقد بانه اليوم
تجنبا لهذا التقسيم فقط الحل هو ضرب النار بالنار من أجل إقصاء هذا المشروع. يعني أنا اليوم أخشاه، أنا يعني يؤسفني أن أقول يعني لا يجب أن تكون الخشية فقط على المجتمع الليبي والشعب الليبي، هناك منظومة عربية كاملة هي مهددة، المغرب اليوم مهددة، تونس اليوم ضيفك من تونس يتحدث، تونس مهددة هي الأكثر تهديدا، يوجد في البرلمان التونسي يوجد كيان داخلي لدى الفكر التونسي، كيان كبير أوصل نواب إلى البرلمان ولديهم قدرات في البرلمان، صحيح تم المحاسبة في رئاسة الجمهورية بس، ولكن في البرلمان هناك يعني تونس فيها قاعدة للإخوان، مصر فيها قاعدة للإخوان، الجزائر وهذه الدول. لذلك علينا التنبه بأن المشروع هو ليس فقط مشروع داخل ليبيا، تمزيق ليبيا هو من أجل بناء قاعدة إخوانية انطلاقا إلى الشمال الأفريقي. يعني اليوم عندما ننظر إلى ما يحدث في إدلب، يعني المجتمع الدولي أعمى عن أن أردوغان يمتلك ورقة الجهاد العالمي ويمتلك ورقة داعش ويمتلك ورقة النصرة، يمتلك ورقة التطرف العالمي، هو برعاية أممية. يعني المجتمع الدولي تفاجأ ب 17,000 مرتزق سوري أتوا بهم إلى ليبيا، المجتمع الدولي أعمى لا ينفذ إلى مصالحه. عندما يتم يعني اليوم إذا توجهت قافلات أو طائرات وضربت منصات تصدير الغاز والنفط إلى أوروبا ستتحرك كل أوروبا مباشرة. أما إذا بقي الدم الليبي يسيل في داخل ليبيا فينظر المجتمع الدولي بأنه لا يوجد، كأنه لا يوجد مشكلة، يوجد مشكلة أساسية عربي وطنيين قوميين، علينا مواجهة هذا المشروع برمته. الشمال الأفريقي يجب أن يتوقف عن إصدار البيانات وإصدار التحدث بالحديث السياسي، يجب الذهاب نحو الحل العسكري، يجب التخلص من 15,000 أو 17,000 مرتزق قبل أن يصبحوا 120,000 مرتزق. لدى أردوغان في إدلب 120,000 إرهابي يريد توزيعهم على جميع الأراضي العربية والإسلامية، فلذلك أو نتخلص منهم اليوم أو نحرقهم اليوم أو سينتهي جميع الشمال الأفريقي بيد أردوغان، لأن هذا المشروع مشروع خبيث جدا ويؤدي إلى تمزيق صورة الإسلام والمسلمين ويضرب الأمة العربية برمتها. على الأمة العربية، على هذه الدول برمتها أن تنظر إلى ما يحدث في ليبيا اليوم بأنه هو مصغر عن ما ممكن أن ونموذج عن ما يمكن أن يحدث في الرباط وفي الجزائر وفي داخل تونس جديدة. فلذلك لا يجب أن ننتظر الخطوط الحمر، يجب أن تتوجه مصر مباشرة. لا ينفع الاستعراض العسكري، لا ينفع موقف الأمم المتحدة، يجب أن نتوجه مباشرة إلى داخل طرابلس وتحرير طرابلس قبل أن نقول يا ريتنا حررنا طرابلس، لأن طرابلس إذا تحولت إلى منصة انطلاق نحو الشمال الأفريقي فينتهي الشمال الأفريقي كله بيد أردوغان. طيب مرة أخرى عودي لضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمود فحيل البومة المهتم بالشأن العام. أستاذ محمود، حديث سيفن ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة عن التقسيم، هل هو جس نبض للليبيين في هذا الإطار؟ وأيضا كيف تتحدث عن قبرص التي انقسمت إلى قبرص تركية وقبرص يونانية؟ هل هناك مشروع لاقتطاع جزء من ليبيا أن تبنى المنطقة الغربية؟ هل هناك مشروع معد للمنطقة الغربية لتحويل غرب ليبيا إلى ليبيا التركية إنجاز الوصف؟ الحقيقة هم قطعوا شوط كبير، أو صحيح على مستوى الرسمي ليبيا لم تقسم، لكن هذا المشروع بدأ من سنوات، يعني أصبحت المدن دول وأصبحت المناطق دول ومقاطعات، أصبح حتى الشوارع في مناطق معينة مقاطعات ودول، وأصبحت الولايات الخارج يعني على حساب الوطنية والليبية والشرف الليبي والأرزاق الليبية والكرامة الليبية أصبحت حالة. هذه إشارة يفترض أن يتم من وراها ردة فعل ليبية عربية وطنية شمال أفريقية على هذا المشروع الشيطاني. الحقيقة هو مشروع الآن، استمعت جيدا الأخ من سوريا الذين عانوا من هذه التجربة يعرفونها جيدا، هو ينبه الآن الليبيين حقيقة من بيروت، هو على الأقل أخوتنا في المشرق العربي يعرفون الأتراك جيدا، يجاورونهم، ضاقوا نيرهم سواء كان في العراق أو في سوريا أو في كل المنطقة، يعرفونهم وخبروهم جيدا،
ويحذروننا منهم بصوت صادق، وأقدر هذه الرسالة. وهذا كله يدعو إلى اصطفاف سواء كان ليبي أو عربي أمام هذا الوحش الإرهابي الأردوغاني التركي الاستعماري القذر. لكن في مشروع أستاذ محمود، بمعنى أنه أيضا أشار إليه الدكتور زكريا، قال أنه هذا المشروع مشروع التقسيم يسعى إليه الإخوان المسلمين وتدعمه من الخارج بعض الدول، هل تعتقد فعلا أنه هذا الأمر يتم بهذه الطريقة في ليبيا؟ الإخوان من الداخل ومن الخارج دول معينة تدفع في هذا الاتجاه؟ لا لا لا، هم لا يتورعون في فعل أي شيء، لا يضيرهم في شيء، هم لا يضيرهم في شيء، ما يضير إلا الليبيين. هذا خنق للليبيين، وهذه خيانة لليبيا، وهذه مأساة لليبيا لو حصلت، وأيضا ستضر كل المنطقة. يعني معنا احنا بصراحة نتابع في بعض تصريحات مجلس الأمن وكل الاجتماعات التي تحدث في المعلن، هم دائما يؤكدون على وحدة ليبيا وسيادة ليبيا واستقلال ليبيا. وتابعنا هذه القضايا من فترة عندما حاول الأكراد الاستقلال أو الانفصال في العراق لم يوفقوا، في الصومال حاولوا ولم يوفقوا، في سوريا الآن لم يوفقوا. لا نعرف هل هي سياسة بريطانيا القديمة تعود على يد الإخوان من جديد تفرق تسد، وهذه التقسيمات التي تذكرنا بأزمنة وأحقاب قدرة من سايكس بيكو إلى ما بعد وقبل. الآن كل ما نشاهده هو يأتي على يد الأتراك حتى دوليا. الحقيقة الآن نشهد، لو بنتابعه بحيادية أكثر، نجد أن الأتراك الآن يتطفلون على المشهد الليبي. المشهد الليبي من 2011 لم يبدأ بالأتراك، بدأ بالإماراتيين، بالسعوديين، بالفرنسيين، بالأمريكان، بالألمان. لا ندري كيف سمحوا فجأة أن يبرز هذا الدور التركي. من هنا لا أتصور أنه يتطور. هذا المشروع الذي وقع لو تحدثنا عليه بحيادية ما بعد 2011 لم يكن برعاية مباشرة تركية، بل برعاية من الخلف. كانت صحيح قطر موجودة فيه ومستمرة فيه الآن، كان لكن الدور الرئيسي هو للناتو، لا يمكن أن نتحدث عن دور، لكن كان في دول واضحة. طيب في المشهد الليبي قطر دخلت حتى عبر جنود على الأرض. صحيح لكن دول أخرى تحدثت عنها ربما كان دورها في إطار المساعدة والدعم، لكن كان الظهر كان هذه الدول. يعني لا ندري كيف قفزت تركيا فجأة على المشهد الليبي، هل هو محسوب مدروس، هل هو لتوريط هذه الدولة؟ ندرك أحقاد العالم. طيب في جنون العظمة الذي يسيطر الآن على أردوغان هو الذي حركه، بمعنى أنه حتى سياسة تصفير الأزمات أو المشاكل التي بدأ بها أردوغان أشار إليها قبل قليل دكتور باسل التجمان تغيرت. هو يتحدث الآن بلغة جديدة بعد أن غير الدستور وصف المؤسسة العسكرية في بلاده والقضائية كذلك. الآن هناك عشرات الآلاف خلف القضبان، تغيرت لهجته ويريد أن يتحدث بلغة جديدة استعمارية. هذه نشاهدها في المشاهد الميليشياوية. حقيقة هو أردوغان يذكرنا بالحالة الميليشياوية في ليبيا، هو حالة متقاطعة متشابهة تقتات من بعضها، هي حالة العند والهروب للأمام. لا أدري كيف خرج هذا المارد التركي بهذه الطريقة. نتابع السياسة من فترات، من سمح لهذا المارد يبرز؟ من سمح لهذه الحالة تبرز؟ من سمح لهذا الطرف أن يتعدي على كل أوروبا ويقفز بعيدا ويصل إلى ليبيا؟ طيب هو مشغل عالم. نعم أستاذ محمود، هو مشغل لمخابرات دولية هكذا يصفه البعض، لكن ألا تعتقد أنه يعني أردوغان ربما تسلل من فراغات تراجع عربي؟ الآن الواقع تغير، بمعنى أنه في صحوة عربية لخطورة المد العثماني أو التركي في المنطقة. يعني توقف المد أو الهجمة التركية أو الشراسة التركية لمجرد تهديد مصري يعكس ضعف الطرف التركي. إذا كانت الآن مصر تستطيع أن توازي المشروع التركي، مصر صحيح هي دولة إقليميا ذات نفوذ وذات قوة، فما بالك أمام الموقف الروسي والفرنسي والإيطالي والأمريكي. يعني نشاهد ملهاة دولية. هل هو استغل هذا الفراغ الدولي، هذه الإشكالية الدولية؟ لكن نكتشف دائما في الأخير أن كل هذه المشاهد تأتي مرتبة ومحسوبة ومدروسة، سواء كان ببداياتها أو بنهاياتها. بالمنطق والمتاح ما لدينا، لا تستطيع تركيا أن تتمدد وتجلس قبالة الشواطئ الأوروبية. لن يسمح أحد تقريبا الواقع مختلف. الموقع الاستراتيجي لا أدري إن هذه الجرأة التركية لهذا الحد، لا أدري
كيف طيب. كيف اتضحت بهذه الطريقة؟ المشروع مشروع التقسيم دكتور باسل، إلى أي مدى هو واقعي؟ السماح لتركيا بموطئ قدم في ليبيا على غرار ما جرى في قبرص، ألا تعتقد أن الواقع مختلف؟ بمعنى أنه على سبيل المثال فرنسا كيف ستسمح لعشرات الألاف من المرتزقة والإرهابيين الذين تقودهم تركيا بالتمدد جنوبا إلى دول جنوب الصحراء كذلك عبر جنوب ليبيا؟ ألا تعتقد أنه هذا الأمر قادر على تقويض هذه الأحلام وهذه الطموحات وأيضا الحديث عن التقسيم في ليبيا؟ بالتأكيد علينا أن ننتظر وأن نتابع الموقف الذي تسير به وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون وقوات الأفريكوم، لأن المحرار الرئيس في قراءة هذا المشهد ينطلق من هناك. إذا أرادت اليوم أمريكا تبحث عن حرب جديدة، المشكلة بالنسبة للإدارات الأمريكية المتعاقبة أن كل ما تخسره عندما تهزم في حرب أو تفشل تقوم بسحب جنودها والعودة فرحين مسرورين إلى الولايات المتحدة. 20 سنة من الحرب في أفغانستان ضد تنظيم القاعدة، ما هي نتيجتها؟ العودة للحوار مع طالبان ومع الإرهابيين. 17 سنة من الوجود في العراق، ما هي نتيجتها؟ أمريكا بلد قادر على صناعة الحروب وفاشل على الانتصار بها، وبالتالي هنالك هذه المخاوف الحقيقية اليوم. الأتراك والعصابات الإسلام السياسي سيكونون وقود هذه المعركة، وبالتالي علينا أن يكون هنالك حوار سريع عاجل ومباشر مع الإدارة الأمريكية حول مخاطر ذلك، وتنبيه الأطراف الأوروبية لمخاطر ما يجري. من قبل من؟ من قبل من؟ يعني الانفتاح على واشنطن من قبل من تحديدا برأيك؟ تعتقد أنه مفيد الآن في إطار حل الأزمة؟ من قبل كل الأطراف العربية، على الجميع اليوم أن يتحدث بلغة صريحة مع الإدارة الأمريكية بأن ما تتحدث به وزارة الدفاع الأمريكية أمر خطير جدا. نقطة ثانية واسمح لي بها وأتمناها، وهذه رسالة أوجهها للحقوقيين في ليبيا، بأن عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا وإشراكهم في المعارك هذه هي أحد جرائم الحرب، وهذه يجب عليهم أن يتحركوا باتجاه محكمة الجنايات الدولية في روما، أن يقدموا أن يتصلوا بالمدعية العامة، لأن نقل مرتزقة من جنسيات مختلفة ومعهم عشرات الإرهابيين وهذا موثق إلى ليبيا من أجل تصعيد الحرب الأهلية والمشاركة في إجبار الليبيين على قتل بعضهم البعض، هذه جرائم تخضع من قام بها إلى عقوبات دولية، وبالتالي اليوم مطلوب من الحقوقيين الليبيين أن يتحركوا. منظمات المجتمع المدني، علينا أن نؤمن أن دور المجتمع المدني ودور الحقوقيين ودور منظمات حقوق الإنسان مهم جدا في توثيق هذه الجرائم وفي تقديمها. عندما يتم تقديم من قام بإرسال هؤلاء إلى محكمة الجنايات الدولية لتقوم بفتح تحقيق، ستكون هنالك متغيرات مهمة في فرض إجبارية تعديل كثير من مواقف الدول التي تغض الطرف عما يجري في مناطق الغرب الليبي من إرسال مرتزقة وإرهابيين. طيب أختم معك دكتور زكريا، لو كان لديك إضافة في الختام أيضا في هذا السياق، هل تعتقد أن أردوغان يقوم بكل هذه الأدوار منفردا أم أن هناك دول خلف الستار تطلق يده في هذا الاتجاه؟ يعني أنا اسمح لي أن أقدم لك معلومات، لأنه لفتني تعبير أنه فعليا هو عن جد هو فعليا رجل استخبارات أو صبي استخبارات ينشط في ليبيا وإدلب والعراق لتنفيذ أجندته، فلذلك ما يقوم به أردوغان هو بغطاء. أنا تبسمت عندما تحدث ضيفك عن حقوق بغطاء ماذا يا دكتور؟ كان في تقطع في الصوت، كان في تقطع في الصوت. ما يقوم به أردوغان قلت بغطاء هو بغطاء دولي للولايات المتحدة الأمريكية دور في تقديم هذا الغطاء لأنها رأس المنظومة الدولية، والاتحاد الأوروبي لديه أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي له أزمة مع روسيا، فلذلك أردوغان يلعب صبي المخابرات الأمريكية في العديد من الأماكن. فمثلا في سوريا بدأ أزمة مع الروسي، ثم توقفت فجأة الأزمة وفتح الحدود مع الأوروبيين للنازحين، ثم توقفت وتم تفكير الحدود مع أوروبا. كل هذا
يدل بأن أردوغان في مكان ما يتقدم بغطاء دولي لتنفيذ أجندته ثم ينسحب بأمر دولي ثم يتقدم في مكان آخر. هو عبارة عن صبي مخابرات ينشط في العديد من الدول، ولكن لديه أجندة، لديه أجندة خبيثة تتجسد ب 2023 أي بانتهاء مفاعيل مؤتمر لوزان. فلذلك هنا يجب التنبه لهذه النقطة. أردوغان سيحاول أن يثبت قدمي المشروع الإخواني في المناطق التي يجلس بها، ولذلك قلت علينا أن نحرر جميع الأراضي العربية التي وضع له موطئ قدم فيها، يعني انطلاقا من ليبيا إلى سوريا إلى العراق، من أجل القضاء على هذا الحلم قبل العام 2023، لأن في نهاية العام 2022 سنجد القاعدات وسنجد التمدد، والمشروع الأردوغاني برمته يضع يديه ثم يتمدد كالأخطبوط في هذه الدول العربية. وأنا أود أن أضيف نقطة، أردوغان بالإضافة إلى ذلك يشكل خطر كبير على الدولة، لأن لديه من على أشكال المرتزقة الموجودين الذين يتم إرسالهم إلى ليبيا اليوم، لديه مرتزقة أيضا في الداخل الأوروبي ينشطون على مختلف المستويات، وهذا الأمر خطير جدا على الأوروبيين، وعلى الأوروبيين أن يتنبهوا من هذا الأمر لأنه ليس لعبة. وإذا نظروا إلى العمليات الإرهابية في الداخل الأوروبي سيجدون للمساجد التي يدعمها أردوغان وللتطرف الذي يدعمه أردوغان أيادي في هذه الأحداث. وحرك أذرعه أيضا في ألمانيا وفي دول أوروبية أخرى، تأكيدا على حديثك أكثر من مرة استخدم هذه الورقة. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو لأختم معه الأستاذ محمود فحيل البوم، كلمة في الختام. أحيي حقيقة من شارك معنا، بصراحة أحييهم من قلبي كليبي، سواء كان بمتابعاتهم سواء كان من حرصهم، وأيضا أحذر الليبيين حقيقة. يعني صحيح مع اشتداد المعارك وتكسر النصار على النصار، ولكن نحن كليبيين نعيش فترة خطيرة جدا وصعبة جدا، نهدد فيها في كل شيء يمسنا، يعني تهديد خطير. صحيح نسمع عن استجابات ونسمع عن اجتماعات ونسمع عن حراكات ونسمع عن متابعات ونسمع عن صف يتشكل الآن متوازي مع الجيش العربي الليبي لمواجهة هذا المشروع. الرحلة طويلة وصعبة، لكن كل قناعة أن الليبيين سيكونون في الموعد. أطمن إخوتي في الشرق العربي، نحن سنكون في الموعد إن شاء الله. أحيي كل الليبيين الشرفاء، كل الليبيين المناضلين. رحلة النضال مستمرة، رحلة الكفاح مستمرة. شكرا جزيلا لك المهتم بشأن العامل الأستاذ محمود فحيل البوم. أشكرك أيضا دكتور باسل الترجمان، الكاتب الصحفي والباحث السياسي، وأتمنى أيضا استضافتك لحلقات قادمة وضيفي أيضا. أشكرك جزيلا شكرا دكتور زكريا أحمدان، أنت ضيفنا في حلقات سابقة وفي القادمة أيضا، مدير المؤسسة اللبنانية للدراسات الوطنية للدراسات والإحصاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث. في ختام هذه الحلقة تقبل تحيات معدي أحمد سالم وتحياتي أحمد نجمة في أمان الله.